مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ومثل ما سبق وذكرنا انه العاصفه بدات هذا المنخفض كريم وصل الى لبنان، وبالتالي كثير عم بتابعوا موضوع الطقس وبقولوا انه رح تدنى الحراره. انا اللي بحب اقوله انه اذا اخذنا كل الاحتياطات وخصوصا اذا تبعنا كل تعليمات رجال قوى الامن والدفاع المدني وكل المعنيين بالطرقات، بتصور انه بتقطع الامور. اما بالنسبه للبرد، اكيد نحن هلا بعز البرد، في طرقات بدات تنقطع بسبب الثلوج وهي مفتوحه فقط الى للسيارات المجهزه بسلاسل معدنيه منهم ترشيش زحله. وبالتالي بتمنى تتابعوا كل المعلومات يلي عم بتصير حفاظا على سلامه كل المواطنين، وبتمنى ما حدا يخاطر خصوصا بالويك اند، ومنا مرجله العملية إذا اشتدت العاصفة، وبالتالي حتى كمان ما نلبك دفاع المدني والصليب الأحمر والقوى دايما يلي هي بتفتش على ناس بحبوا يغامروا بهيك ظروف، وطبعا بلبكوا أهلهم وأصدقائهم والقوى المعنية. معلومة وزير الزراعة عباس مرتضى حدد تاريخ يعني شهر لاستيراد البطاطا المصرية، خصوصا ضمن كمية محددة لا تزيد عن 25,000 طن، وبعد مفاوضات أكيد من جانب مع جانب مزارعي البطاطا ومع المصريين. فطبعا 18 يوم تمديد للاستيراد، وهذا حفاظا على الإنتاج اللبناني. متابعة. نبدأ متابعتنا أولاً على التواصل الاجتماعي منهم على فيسبوك الحل عنا، وردنا أنه عن المواطن يلي وقع بحفرة الريجار على الخط الساحلي في دبي بين دبي وأنطلياس، وطبعاً اتنقلت كل التواصل عن هذا الموضوع أنه الريجار كيف بينشال، كيف وقع هالمواطن، وهذا موضوع أكيد مسؤولة عنه وزارة الأشغال العامة كونها مسؤولة عن كل الطرقات الرئيسية الأوتوسترادات. معنا على الخط مباشرة مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال المهندس طانوس بولس، حتى نسأله عن حقيقة ما جرى مع هالمواطن، وبالتالي وكبنا معه كمان عملية ترميم هالريجار هيدا بخبرنا عنه، إضافة إلى الاستعدادات للثلوج، وأيضا عن الحفرة يلي هي على الأوتوستراد على أنطلياس. يعطيك العافية مدير. الله يعافيك. يعني امبارح اكيد وصلكم كوزاره زراعه انه مواطن نزل يعني من شال الريجار ونزل بهالريجار على الخط الساحلي، كيف ممكن تصير هيدي مثلا، خصوصا انه ما في هنيك طريق للمشاة مثلا، هيدي للسيارات، شو معلوماتكم وكيف صححتوا الموضوع او عالجتوه مدير؟ يعني هيدا بدي احكي عن موضوع هيدا الخط الرئيسي يلي هو خط صرف صحي اللي بيجي من منطقه دبي لمحطه التكرير ببرج حمود، المحطه يلي لم تنشا بعد. نعم. هيدا الخط انا انشئ من اكثر من 10 سنين من قبل مجلس نواب الاعمار، ولهلا ما تم يعني رح نبلش نشوف الصوره حتى عم نشوف الصور. ايه. تفضل. هيدا لم يستلم من قبل وزاره الاشغال لغايه الان، هيدا بعده بأهرة مجلس نواب الاعمار، لانه هيدا الخط متصل بمحطه التكرير وبعد ما صارت بده تم انشاءه ببرج حمود. نعم. هيدا الخط الريجار يعني بعد لم يتم انجازه نهائيا من قبل الشركه اللي هي شركه المباني اللي قامت فيه لصالح مجلس الاعمار. نحن كاداره مسؤولين عن الطرقات العامه والدوليه، هيدا الريجار كان موجود كان مغطى يعني حسب معلوماتنا نحن، لانه فورا عملنا تقرير وكنا بموقع الحارس بعد ما حصل. بقول انه هيدا الخط هو بأهدة مجلس نواب الاعمار والشركه، بس اللي صار حسب توقعاتنا نحن انه هيدا سياره ضربت بالجارد ريل اللي هو بجنب الريجار بالليل، ضربت بالجارد ريل كسرت الجارد ريل وكسرت السياره وادت لنزع غطى المجرور. نعم. من محله، نزل الشوفير من السياره لانه في شرطي كان موجود وفي تقرير درج بيحكي بهالشيء، وقع من دون ما ينتبه وقع فيه. بصراحه هذا اللي صار، وهذا الخط بنفس الطريق بنفس الحاجز الوسطي للاوتوستراد. نعم. يعني مش ممكن ولا اي انسان يمرق من هونيك. صحيح. لانه هيدي منطقه هونيك وسطيه بداخل الاوتوستراد
هي فقط أغطية يمرق فيها المجرور الرئيسي، الخط الرئيسي اللي بيجي من دبي لمحطة التكرير يلي كان هو ذاهب من إسمه والأعمار، لم يتم استلامه من أي جهة. نعم. إدارة تانية لغاية الآن بعتقد هيك. نحن شفنا جرافاتكم يعني بالصور يلي قطعت، إذا بنقدر نمرقها بنرجع نأكد عليها أكثر، يعني كيف عالجتوا الموضوع اليوم؟ نحن عالجنا الموضوع بصورة فورية يعني حتى ما تتكرر، يعني رجعت مكتب الغطاء الريجار مطرحه مباشرة لأنه كان حده، كان الغطاء يعني منتزع جزئيا، يعني وقع الزلمة حده بجانب الغطاء الريجار بجانب الريجار دغري تم تركيبه، واللي يعني منيح كان في شرطي او حدا يعرفه بهالمواطن يعني بهالزلمة اللي وقع، يعني منيح اللي كان في بتصورنا يعني هو الحادث السير اللي ادى لنزع الغطاء من مكانه. نعم. وهيدا الدرك بيقولوا هالشيء تقرير الدرك. نعم. لانه الغطاء يعني حده. يعني مش مسروق الغطاء وهو يجو روعه. نعم موجود كان حد الغطاء وبالصور. نعم. مبين وديت لك انا الصور شفناه هون وكبنه. طيب. اوكي مدير، يعني الحمد لله على السلامه لهالمواطن وعلى امل انه يكون في وعي اكثر لدى السائقين يعني بهذا الموضوع. نقطه ثانيه يعني على ال بدي اقول لك قبل بليز لانه حاجز الحديد حده مثل ما بنلاحظ بالصور. ايه. كله نزع من محله بفضل الحادث. نعم. قبل الريجار. قبل الريجار الحادث. يعني زلمي صار بهذه السياره قبل الريجار فات بالحديد. نعم بالجردري حطم الحديد والسياره نزعت غطا الريجار من محله. هلا هو ما عرف شو صار معه، شاف السياره انه صار حديد لتحت بالليل على ما انتبه وبنص الطريق وقع بالريجار هيك توقعاتنا وتوقعات والتقرير الدرك هيك بقول. نعم. بدي كمان ما دمنا بهذا الاوتوستراد الساحلي يعني على جسر أنطليس لما أمام بطركية الأرمن لما بننزل باتجاه جوني كان في حفرة كتير كبيرة، كان مضطر أي سيارة تزيع على الشمال تتقطعها وتمشي. تعالجت؟ نعم. هيدا الحواجز، هيدا الفواصل، الجسور، هيدا فواصل الجسور المعدنية هيدا. نعم. نحن صراحة عملنا لهم ملف تلديم والملف جاهز وبس صارت الظروف آخر يعني ظروف البلد اللي مرقت فيها. نعم. عجب تنفيذ الملف بالوقت الحاضر لإجراءات إدارية وفنية ومالية. نحن عم نعالج الأمور كل موقع بموقع وعالجناها المنطقة هيدي وإن شاء الله إنه ما بعود المواطنين يحسوا فيها بهاليومين تكون منتهية كلها. كتير منيح. نحن العاصفة بلشت، عاصفة سموها كريم، وبعرف وزارة الأشغال يعني هي دايما حاضرة خصوصا على الطرقات الجبلية، وأكيد بدي أشكر كمان الوزارة يلي يعني نحن من خلال هالبرنامج قدك كنا عم نشتغل معكم حتى نعزز مراكز جرف الثلوج خصوصا بالبلدات النائية أو البلدات يلي هي بحاجة، فاللي عرفته أنه هلأ يعني عززتوا هالمراكز، خبرنا شوي عن هالمشروع. يعني هيدا مشروع تجهيز مراكز الثلج بكل المناطق اللبنانيه وخاصه بالضيعة الجبليه والمناطق السياحيه من قبل خطه اعدتها وزاره الاشغال من اكثر من 5 سنوات لتعزيز كل المراكز اللي هي موجوده بالمناطق الجبليه وخاصه. نعم. السياحيه. وهيدي الخطه يعني بلشت تباعا تعطي نتائجها، عم تصير تجهيز بعض المراكز بالمعدات المطلوبه والتجهيزات المطلوبه لمواجهه العواصف لتخليص المواطنين اذا في حال لا سمح الله تعرضوا لمشاكل على الطرقات اثناء الليل او اثناء العواصف، وان شاء الله انه هيدي بتستكمل بكل المناطق اللبنانيه من عكار لجنوب. انا بعرف بضيعتي اليوم بس كنت عم بجربوا شيء. هيدي بتسيق المشروع هيدا بكل مناطق لبنان ان شاء الله انه بتتحسن المناطق الجبليه وبتتحسن السياحه البيئيه والسياحه يلي هي الشتويه، انه لبنان فيه مراكز سياحيه بالمناطق الجبليه مفروض تتعزز، مفروض طرقاتها تكون سالكه، ومفروض الوصول لها باي وقت من الليل او بالنهار يكون مامن. نحن عم نسعى لهالشيء ضمن خطه قاعدتها وزاره الاشغال لانه الطرقات ما تنقطع ان شاء الله ابدا مهما كانت الظروف صعبه. ونحن بنعرف انه الوزاره مدير سعاده المدير هي صيانتها تلقائية، يعني ما بدها يعني أنتوا هالصيانة التلقائية إن شاء الله ما تكون تأثرت بالأوضاع يلي نحن عشناها واللي يعني صعب شوي. نحن مأثرين فيها طبعا. مأثرين فيها لأنه نحن مصدر واحد هو الموازنة والإدارة تخضع كل الإدارات الدولة والوزارات تخضع لإدارة واحدة ولنظام واحد ولإنون واحد. أكيد نحن مأثرين كثير بالموضوع ومفروض مجلس وزراء ومفروض أنه بعد ما تأخذ الحكومة الساعه يتخذ إجراءات عملية وسريعة وفعالة خاصة على الطرقات الدولية والطرقات الرئيسية لتأمين شروط السلامة العامة، من انتهاء من تسكير الحفر لتزييح الطرقات، تأمين الإنارة للأوتوسترادات. هيدي كلها لازم أول خطة لازم تنعمل على بعد ما تأخذ الحكومة الساعه على مجلس وزراء ويتأمن اعتمادات لها
ماشيين. يعني نحن اللي عم نشتغله اليوم هو شغل آني، شغل طوارئ، والشغل هو فوري. ببعض الأشياء نرفع الضرر فقط على المواطنين، بس لازم شروط السلام العامة تتأمن على الأسس، تتأمن اعتمادات لهالشيء من مجلس الوزراء. يعني إن شاء الله كلنا نتأمله، بس بتصور يعني عندنا معلومات أنه فخامة الرئيس رح يوقع الموازنة بين اليوم وبكرة، يعني إذا توقعت على الموازنة وأخذت الحكومة الثقة الأسبوع المقبل إن شاء الله يعني بتتحلحل الأمور أكثر، يصير يقدر يلمس المواطن أكثر عمل شغل على الأرض. يعني نتأمل أكيد أكيد، إحنا مرتبطين بالموازنة ومرتبطين بالإجراءات الإدارية اللي بتتخذ بها الشيء، وأكيد إذا مشيت الأمور بطريقة طبيعية إن شاء الله الأمور تتحسن بطريقة تدريجية بكل مناطق لبنان. أنا بدي أشكرك مدير عام الطرق والمباني، وبرجع أكيد أنا وياك مننبه أنه التأني بالخصوص على الطرقات الجبلية حتى نساعد أكثر الناس اللي عم تفتح طرقات، وإذا كانت مسكرة بدها سلاسل، يعني التوجيهات كتير مهمة الواحد يتقيد فيها كمواطنين. أكيد طبيعي. شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك مدير عام الطرق والمباني وزارة الأشغال العامة طانوس بولس. كمان بمتابعتنا بدي أقول كتير إجينا اتصالات، وبفتكر امبارح سعادة النائب إبراهيم كنعان ببرنامج صار الوقت حكى عن موضوع القروض، يعني خصوصا أنه قضية تمديدها 6 أشهر كتير نحكى فيها. ولكن اليوم بمعلومات للأم تي في أنه وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية اقترح بجلسة الأمس تعديل على البيان الوزاري لجهة إضافة فقرة تقضي بخفض فوائد قروض المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان. وطبعا هالبند حسب ما نشرته الام تي في اليوم هو بند تحت حرف الجيم العمل للحد والخفض الملموس على فوائد القروض، ومنها قروض المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان والودائع في القطاع الخاص سواء على الليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي، في إطار دعم القطاعات الإنتاجية ومن ضمنها قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة. يعني حتى يعني نحن كمان بانتظار إذا فخامة الرئيس وقع على الموازنة اليوم أو بكرة، مفروض الأسبوع المقبل، مش بالضرورة يكون نهار الخميس موعد الرسمي لصدور الجريدة الرسمية، ممكن يكون قبل، وإن شاء الله يكون يعني لما بتنزل بجريدة رسمية بتصير أكيد قيد التطبيق. عنا فاصل ومنتابع. تابع الحل عنا عبر الام تي في، اتصالاتكم على 04-444-444. ألو ألو، تفضل مسيو. يعطيك العافية مدام ريبيكا، أهلا فيك تفضل. أكيد الحل عنا إن شاء الله. تفضل. معك وفي عتاني من وطن المصيطبي. أهلا وسهلا مدام ريبيكا. بوطن المصيطبي طلعت محطة الزهيري للغسيل الأوتوماتيك، في براس الطلعة المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي. نعم مدام ريبيكا، عطول بيطلعوا بعكس السير، وبدنا ساعة نحن من بيتنا لننزلها هيدي النزلة. فإذا في مجال يعني من يحطوا بوليس سير من 8:30 لتساعة 2 من نهار التنين للجمعة لحتى يمنع هالسيارات اللي طالعة بعكس السير. كتير كتير عم نتعذب مدام ريبيكا لحتى نمشي نحن دغري مع السير. يعني أنا رح أحكي مع السير ببيروت. نعم. تياخدوا إجراء بهذا الموضوع، لأنه مش بس بعرقله بشكله أزمة سير كمان، يعني العرقلة سير وتأخير مواطن وعكس السير، هيدا ضد القانون. يعني مدام عم بيصير تلاسن بيننا وبينهم، ما هيدا اللي بنخاف منه كمان، مشاكل هو عم بيصير كلام زعرني وتلاسن بيننا وبينهم مع انه هن بعكس السير. مزبوط. انا بدي اشكرك انك يعني لفتت هالموضوع، نحن رح نتابعه مع السير ببيروت. اهلا وسهلا. انا ممنونك كثير مدام ريبيكا، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو، قطع الخط. اتصال اخر. الو 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 الو، تفضلي. ايه مرحبا. مرحبا مدام ريبيكا. بصراحة في موضوعين هلا يمكن رح سميهم صرختين أكثر من شكوتين، لأنه شكله كتير أملنا ضعيف. تفضلي. بهالبلد. تفضلي. أول شيء بالنسبة للسوبر ماركت، للأسف عم نشوف ظاهرة أنه اختفاء الشلف برايس على بكل السوبر ماركت عم بتزيد. بكل سوبر ماركت يعني الواحد ماشي وراء عم نتكس أسعار.
سوري لا 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 بالعكس بتطلعي ما في اسعار آه. بتصيري راكدي على هيدي الباركود ريدر حتى تشوفي اسعار السلع اه تعليق شغلي كذا مره خبراء اقتصاديه عندكم على ام تي في وقالوا انه السعر لازم يكون فيكس هو شو اشترى ببيع مش الخبراء لازم يقولوا يعني هيدي كل صاحب سوبر ماركت او دكان او اي محل ببيع مجبور يعلن عن السعر بالليره اللبنانيه كمان يعني ما في شيء اسمه باركود في شيء اسمه في سعر هلا اذا بتعرفي وين السوبر ماركت فيك يعني فينا نحن نوصل لحمايه المستهلك وفيك انت تطلبين على الرقم 1793 حتى تبلغي اي سوبر ماركت منا معلن السعر سوبر ماركت مشهورين ومعروفين وموجودين بكل المناطق طيب. يعني غريب نحن تحت الهواء تحت الهواء وهلا نية كارلا بتاخذهم مني اوكي بعد في شغله تانية تفضلي بالنسبه لموضوع سعر صرف الدولار ايه؟ بتذكر من كم اسبوع كان في تعميم بالنسبه لسعر الشراء مزبوط. لا حدا عم يلتزم لا بسعر الشراء ولا بسعر البيع وكل مين فاتح حسابه وشاطر بشطارته وما في مرجعيه رسميه لحتى نحن مثلا انا تنقول عندي ماما اللي بعمل كوكيز ما في عندي مرجعي بيجي هالتاجر ببيعني البضاعه بقول ادفعي على 2005 على 2004 وانا بنت الشاطره بدي ادفع طب كيف بدنا نستمر يعني صحيح. ما في حلول ما في امل قبل هيك بسيط امل صغير ما في مش بس وبعدين حلول شو هي هو الموضوع يعني لما مصرف لبنان حدد للصيار في ال 2000 دولار 2000 ليره الدولار حددها حتى يوضع حد للموضوع يلي بيراقب هي لجنة الرقابة نعم. يعني هي اللي بدها تراقب هذا الموضوع وبعرف انه الرئيس علي ابراهيم ودا العام المالي وقف كم صايرة فيه لانه تخطوا هذه القرارات اللي عم بيصير اليوم ومعك حق مش بس هيك يعني اليوم لما بتروحي عند بعض الصيارفة بتقولي لهم انا بدي صرف بياخدوا منك على على 2000 اعتبري بس اذا بدهم اذا انت بدك دولار بيقولوا لك ما في بس صح. عم بتلاقيه ب 2150 يعني الجواب انه بتلاقيه ب 2050 بس نحن ما عندنا يعني وكانه نحن بناخذ دولار بس نحن ما بنعطي دولار كمان هيدي بدها كمان مراقبه لانه بده حدا كمان يحمي المواطن اللبناني عندك كل الحق وانا بشكرك طرحت الموضوع لانه صراحه كنت بدي احكي فيه اليوم لانه كثير اجاني اتصالات قبل ما فوت على الاستوديو طب دعمي شو بنعمل بهالحاله هي ما في دولار ابدا انه نحن اذا بدنا بياخذوا منا بس انه نحن ناخذ ما بيعطونا دولار طب ليش عم بضبوهم ولا شو وشو منتظرين باخذ بعد اتصال تفضلي بونجور بونجور كيفك مدام ريبيكا الحمد لله تفضلي نحن مستخدمين نحن طالبين منك المساعده وبدي ناشد عبر الام تي في وزير الشؤون الاجتماعيه نعم. نحن المستخدمين صرنا 14 شهر بدون راتب إلنا فروقات 2017 2018 و2012 عملنا مظاهرة وكذا مرة نزلنا بيعدونا أي بكرة فل أول وزير وإجا هلأ الثاني ما عم بيعطونا موعد نقابله نحن ما بقى فينا نمشي بهالطريقة هادي عم نتدين حتى نعيش كلنا عنا مشاكل ببيوتنا أنتوا لأنه يعني أنتوا بتشتغلوا بمراكز الخدمات ما هيك اللي هي تابعة لوزارة الشؤون لا نحن مش خدمات نحن لجان مشتركة وجمعيات أهلية مدام لجان مشتركة أوكي اي نعم جمعيات أهلية خطأ إداري من الوزارة اوكي انا اللي يعني هلا انا ما في يعني المفروض يصححوا خطاهم طيب تصحيح خطا اوكي هلا لما بتاخذ الثقه الحكومه اكيد معالي الوزير مفروض يلتقى فيكم يعني ناطره هيدي الحكومه تاخذ الثقه حتى تبلش تمارس مهامها بشكل رسمي يعني نحن ناطرين الثلاثه والاربعاء حتى نشوف يعني نطرنا شوي ننطر ساعتها بنقدر نقله للوزير كيف بدك تصحح هذا الخطا الاداري لانه مش معقول انسان يشتغل وما ياخذ راتبه كيف بيعيش بده يعيش بكرامته اللي هو نتيجه تعبه بالنتيجه وبيكفي انه قد ايه قطع من يعني قد ايه نزل من مستوى الراتب اليوم عند المواطن يعني غير انه مش عم يقبض كمان نزل تدنى مستوى الراتب تبعه بوعدك الاسبوع المقبل بعد نايل الثقه اكيد بنتابعها مع الوزير مشرفيه اهلا وسهلا فيكي كمان اتصال الو الو تفضل شو بعدنا على الانتظار ولا لا صرت على الهواء تفضل شو عندك مسيو بحكي مع مرا بكر ايه عم بحكيك شو عندك الو بونجور بونجور مرا بكر نعم تفضل شو عندك انا في عندي شكوى نعم
شو هي؟ أنا عندي فاتورة تليفوني بتطلع. نعم. تطلع الفاتورة بيبعثوا لي إياها بالدولار ومقرشينا على اللبناني. مزبوط. هلا بروح لأدفع بالبنك أنا. نعم. ما بيقبلوا ياخذوا من اللبناني، بقولي بدنا دولار، بدك جبني دولار. لا مش عم بدفعوا هيك، بدفعوني دولار. مش معقول، لأنه القرار. هلا البنك شو دوره؟ دوره البنك عم ياخذ عمولة ويقبض عمولة. أنت ليه بدك؟ وبيبعثها للشركة. مسيو، ليه بدك تدفعها بالبنك؟ لا بدك تدفعها بالبنك، فيك تدفعها بأي مراكز تاني أو ام تي وغيره، وفيك تدفعها بالسنترال دغري. يعني انت سيلولار في تور. انت مواطن، انت عم تحكي على الخط السيلولاري. خط سيلولار يما ثابت سيلولار. سيلولار اذا مواطنه بالدولار، وعندك انت عندك حساب بالدولار شي عندهم؟ عندك حساب بالدولار بالبنك؟ سلولار. مسيو، انت موطن بالدولار، عندك حساب دولار بالبنك؟ عم تفهمني شو عم بقلك؟ عندي حساب. اوكي، اذا عندك حساب بس ما بياخذ من الحساب، بقول لي روح جيب لي. لا 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 لا، مجبور البنك، يعني في بنوك تحترم. لحظه عندي. البنوك، لحظه خليني افسر لك اياها بالوقت للكل. عندي حساب بلا. اوكي مسيو، يلي عنده حساب بالدولار بالبنك بيقدر يدفع لبناني، والبنك بيحول دولار على 1518 او 20 حسب كل بنك، يعني هيك مفروض يكون. انما يلي ما عنده حساب دولار بالبنك اكيد بده لازم يدفعها لبناني، بفتكر طالع القرار هيك. بس اذا اصروا بالدولار، يعني شو بدي اقول لك، يعني صارت قصه بترجع بينك وبين البنك. بس مبدئيا مفروض يصرف لك بالبنك على 1520 او 18 بلتو. صورة اليوم نشوفها سوا. هيدي الصورة بال2009، ليكو برادنا شو معبى والحمد لله والله يزيد، بال2019 للأسف الشديد. وهيدا نتيجة كمان اتصال اللي ورد، انه والزيادة انه مش عم بيحطوا الأسعار. نحن اللي بدنا نقوله انه اليوم نحصر عنا طلب، اليوم قبل بكرة يكون عنا سلة غذائية مدعومة للمواطن اللبناني بالأمور الأساسية اللي هي بتدخل بغذاء الإنسان خصوصاً الأطفال. يعني أنا من خلال هذا الموضوع يلي للأسف إن شاء الله ما نوصل له 100% عم نطالب بسلة غذائية مدعومة، والتفاصيل لاحقاً أكيد. نهاية أسبوع مريحة ودافية أكيد للجميع، بتمنيها لألكن، على أمل نلتقى التنين المقبل، وكل عيد مرمرون وأنتم بألف خير.